خلاص يا عاطفه، الجهاز بيكتب والصور معموله متركبه. لا الجهاز ما بيكذبش عندنا. الجهاز كان بيكتب اهو. يا ده انت اه منك للاسف اللي زيك. من فضلك بقى اسكتي شويه بقى، مش ناقصاكي اصلا. كل ده ما تعرفهاش، وما لو تعرفها هتعمل ايه؟ انت ايه جت؟ ما اعرفش في الصور ده، ما اعرفش في المكالمه دلوقتي. مفيش حاجه، مفيش مروحه اصلا. مش هروح انا، انا مش هروح. طب انا مش هروح. وادي استنضف على الاقل، يعني استنضف. مالها دي؟ مالها دي؟ مالها دي؟ خلاص روح لها يا حبيبي طلقني. لما هي مالها دي روح لها وطلقني. طب اهدي بس. لا مش ههدى. طلقها خلاص. هو قال لي خلاص. اللي طلقها انت كمان. خلاص باتشي بس فيه. على فكره هو لو كان جابها لي اختلافنا عادي. مفيش حاجه اسمها عادي، ما تستفزنيش. يا مالها مش عاجبني. بقول لك لو هو قال لي مش عاجبني فيها. لما هي ممكن تتجوزني ليه؟ اخس عليك. اللي مش عاجبني فيها اصلا غيرها. اللي غيرها طلقني انا وغيرني انا وروح لها هي. لا اله الا الله، ما تعصبنيش. اما رسول الله، استغفر الله العظيم. الله اكبر. ما عرفش في الصور يا عاطف. ما عرفشكم صح؟ هو العرشفه عامله فينا انت تضحك انت مبسوط؟ الناس طبعا يعني ايه الناس؟ ما الناس والناس هم اللي وروني فضايحك الناس. يعني لو ما كنتش جيت الجيراني ما كنتش عرفت كل ده. ما كنتش عرفت ايه بس؟ من فضلك مش ناقصه تتزاد خالص يعني. تسكتي. انا اسفه. هو حضرتك بتضحكي على ايه؟ دي فضيحه. انا مش فاهمه انت ايه مبسوطه بالموضوع يعني؟ بصراحه باللي انت قاعده انا لابسه قلنا ده مبسوطه بالموضوع؟ لا شفتيه؟ ايه القرف ده؟ رد عليا دلوقتي. مين دي؟ مالها دي؟ هو ايه اللي مالها دي؟ ما تعصبنيش. لما نروح. طب مفيش حاجه اسمها انا مفيش مروحه اكتر. انا مش هروح. ليه؟ مش هروح. هو قال لي ليه؟ روحها هي معاك البيت بقى، وقعدها معاك في البيت. خلاص ماشي تعالي. عايش تعالي يعني. بكره لا طلعني. مفيش حاجه اسمها تعالي بكره. اتفقنا عايش. انت مستفز. خلاص طب اهدي مالك. انت بارد قوي بصراحه. أوي. يعني بارد وخاين وكذاب. وما اعرفش في الصور. معروفه دي عندنا. وعنديش وجه. بيسخنوا فيا؟ يعني هم بيقولوا حاجه كذب مش حقيقه صح؟ طب انت ايه اللي مش عاجبك فيها؟ يا عم مش هي عاجبك. لا مش عاجبني. ايه يا شبهك اصلا؟ طلعني انا مش عايزاها. طلعني اغيرها بس. طلعني بقولك. طلعني تغير ايه؟ طلعني. اتوترت خالص. الموضوع صعب بجد. اتوترت خالص كده. هنمشي عشان كده الموضوع صعب. مفيش مروح. انت لسه متخيل ان انا هروح اصلا؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايزاك تطلقني خلاص. مش عايز اعرف مين دي. مش هي عاجباك وان انت متجوزها؟ طلعني. انا في حياتك ليه؟ طب خلاص مفيش حاجه. هو ايه اللي مفيش حاجه؟ مفيش حاجه. طب فاتن فاتن ما تخربيش بيتك. يعني ايه ما اخربش بيتي؟ بيقول لي مش عاجبك فيها ايه؟ واه كويسه. طب خلاص هو لما هو عايزها وبيحبها انا معاه ليه؟ انا ليه؟ يمضي شيك على بياض كده. انا مش عايزاه اصلا. تكتبي الرقم اللي انت عايزاه وبعد كده يمشي عادي. ايه ده؟ خاين وكذاب وفضحت إيه مراتك. بتفضح مراتك على الهوا. ايه المنظر ده؟ في ايه مالي؟ في ايه مالي؟ مفيش. انا كويسه. واثق قوي من نفسك. انا كويسه. خدوا الموبايل. انا كويسه. ايوه انا ما عملتش حاجه غلط. طب انا ما عملتش حاجه غلط. طب انت متجوزني ليه؟ هي مراتك بقالنا سنه متجوزين. بقالنا سنه. بقالنا سنه. امال لو بقالنا 3 4 سنين كنت عملت ايه؟ مش مشكله. مش يعني ايه المشكله؟ ثلاثة. يعني ايه المشكله؟ اه عشان محلل لك 4. نعم؟ محلل لك 4؟ اتجوز الاربعه بعيد عني وطلقني. انا مش عايزاه. مش هطلق. مفيش حاجه اسمها مش هطلق. ليه؟ هو قال لي ليه؟ مش هطلق. هو قال لي ليه؟ هو قال لي ليه؟ انت بارد قوي. انت بارد قوي وبجح قوي بصراحه. وقلبت لي الحلقه. انا عمري يا جماعه ما كانت الحلقه عندي بتمشي بالمنظر ده. انا بعتذر لكل الساده المشاهدين بجد. انا ممكن تعتذر عن الحلقه بعد اذنك. انا لازم امشي دلوقتي. لا ما ينفعش تمشي يا واحده. ما انا مش هكمل الحلقه. احنا على الهوا. احنا على هوا. جوزك فضحك. عايزه تمشي تروحي فين؟ فضحني. فضحني انا؟ انا اللي فضحني؟ هو اللي مفضوح بالبيجامه وهو مع واحده اهي. فضحني. حلو كده صح. حلو. حلو اللي انت حاططني فيه ده. هي عاجباك ومتجوزه ما تطلقني. انا على ذمتك ليه؟ هي مش عاجباكي في ايه؟ يا عم عاجباك انت. هي مستفزه ومقرفه زيك. انت مقرف. طب اهدي. ما تنرفزنيش. انت متعصبه ليه؟ اهدي. هو ايه اللي متعصبه ليه انت؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ اهدي انت شويه. بيقول لك عاجباه يا فاتن. اهدي مالك فيه؟ انت ايه اللي مش عاجبك فيها غيره؟ عجبك يعني؟ حلوه؟ طلقني. شغاله والله. طب هي شغاله طلقني. انا عادي. انا معاك ليه؟ انت متجوزه وهي عجباك وهي حلوه. انا معاك ليه؟ طب بس ليه؟ طب فاتن ناقصها ايه؟ ايه اللي ما لقيتوش فيها عشان تروح تتجوز عليها؟ يعني ايه هو دي؟ اقعدي بس. اقعدي يا فاتن. يعني اقعدي يا فاتن بس. نفهم. مفيش حاجه خلاص. هو ايه اللي مفيش حاجه خلاص؟ مفيش حاجه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي وليك. لا بالنسبه لك انت مش بالنسبه لي انا. طب اقعدي. لا مش هقعد يا فاتن. انت عملتي ايه؟
عايزه ايه؟ انت عايزه تعمل ايه؟ ما تهدي شويه. عايزه ايه انت؟ اتصرفي بسرعه. طب اقعدي بعد اذنك، ما تكيش جوابات دلوقتي. طب اقعدي ما تكيش جوابات دلوقتي. مشكلتك فيها. طب اقعدي ما تكيش جوابات دلوقتي. ما تكيش جوابات. فهميني. لا اله الا الله. انا خوفه فرفوشه. فاشينيستا. انت بتهزري وواحده ست زيك عندها مصيبه. اقول لك على حاجه يا فرفوشه. طب اقعدي خلاص. برضه عني عشان اضربها بجد. انت بتضربيني ليه؟ وفي واحده ست زيك بالظبط عندها مصيبه. ما تكيش دعوه، خليكي في حالك. ايه يا فاتشي؟ خليكي في حالك. ليه كده؟ انت مالك؟ ليه ليه الموقف؟ حطي نفسك مكانها. ما تستفزنيش. خليكي حلوه. خليكي في حالك. انت مشكلتك فين؟ هو انت لما جوزك يخونك وهو مش مشكله عادي. ما تستفزنيش في المبدا اضربك. بس مش كده يا ترى انت خلاص انت بعيد عني خالص بعد اللي انا شفته ده اصلا. لو عايزي لو عايزك فين خلاص ابعدي عني اضربك. مش ناقصاكي اصلا. استني اوعى ايه ده، قلت لك ابعد عني. ابعد عني. اسكتي اسكتي وانت كفايه عليكم. مش هي بصي يا شبك، هي شبك خدي نفسك. هي لايقه عليك، هي لايقه عليك، هي لايقه عليك، هي لايقه عليك، هي لايقه عليك. واحده ست زيك مصيبه. انا دي كاتشن كاتشن فاتشن. هضربك والله فاتشن. والله هضربك. سمعتش اغنيه ارشش واجري؟ والله هضربك. لا هضربك هضربك يا متخانه يا متخانه. مفيش في حلو كده. ارشش واجري. عاجبك كده؟ عاجبك كده اللي انت عامله فيا؟ عاجبك كده؟ جاي متهزلني في البرنامج. هضربك وانا هاخد قدام الناس. انت شويه المنظر كده. هضربك قدام الناس. حلو المنظر كده. مبسوطه ان انت عامله فيا. طلعني. لا هو ما بيطلعش. ما تطلعها يا عم. ست عمر. ابعد عني. الدلوعه الدلوعه. لا ما تعيطيش ما تعيطيش. ما يستاهلش ما يستاهلش. يروح راجل يجي 10 يا خاين يا معرفش. يروح راجل يجي 10. لا ما تعيطيش من النبي. يروح راجل يجي 10. لا خلاص خلاص خلاص. بقول لك ايه، طب ممكن اقول لك حاجه بس ما تضربينيش. وحيات وحيات اغلى حاجه عندك. والنبي هقول لك حاجه بس ما تضربينيش. لا والله ما اقلب. لا اقسم بالله ما اقلب. اقسم بالله ما اقلب. انا والله ما اقلب. انت شايفه دي بس ما اقلب. بس دي ما اقلب. والله ما اقلب. لا لا ما اقلب. والله ما اقلب.